السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي الناس كتير بدأت تستخدمه وتدمج بين أكتر من حاجة بحيث إنها تطلع منتج قوي بأقل مجهود. يعني في واحد هو استخدم الذكاء الاصطناعي في إن هو قال له اعمل لي قصة، وبعد كده قال له طب كل شخصية من الشخصيات إداها وصف، وبعد كده خلى الذكاء الاصطناعي ميدجورني يرسم رسومات تخيلية للشخصيات ديت، تمام؟ فهو حتى اختصارها ميك مي اموفي، بس هو طبعا ايه مش كده، لا هو اصلا يقعد يقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا لحد ما يوصل الحاجه اللي هو عايزها، تمام؟ بيقول لي اعمل لي في سيناريو ويكون في كاركتر وفي بلوت توايس وفي كذا كذا كذا، وبعد كده بقى ياخد الكلام ده ويروح للميد جورني ويقول له اعمل لي القصه ديت، تمام؟ هو بياخد القصة الأولانية ويبدأ إن هو يطور فيها حسب ما هو عايز. هو أصلا الذكاء الصناعي بيستخدم في قنوات زي نتفليكس إن هو يبدأ يشوف الناس مثلا بتقفل عند أنهي لحظة أو بتنتبه عند أنهي لحظة، بحيث إن الذكاء الصناعي بياخد الـ أحسن 10 أفلام ويبدأ يعمل فيلم جديد. وطبعا حتى الآن الفيلم مبقاش خلصان، بيبدأ إن هو حد بشري يقدر يدخل يحول السيناريو ده لحاجة تنفع إنها تتشاف. طيب يعني خلينا ندخل هنا على الشات مثلا نقول له إيه، أريد منك سيناريو قصة مصورة لأبطال خارقين في بلد عربي، تمام؟ محتاج بس ايه ان انا اعمل له ريفريش. عمل بقى 3 اشخاص قويين والحاجات دي كلها. اقول له بقى اعمل له وصف لكل شخصية، الاول كان اسمه محمد والتحكم في العواصف والامطار، من الشخصية التانية شخصية كل شخصية منهم هيبدأ يعمل لها وصف. ابدأ اخد الكلام دوت، تمام؟ لما اسأله بالانجليزي ميد جورني يعني لما بيكون بالانجليزي بيكون احسن، تمام؟ هو عمل ايه بالذكاء الصناعي؟ يعني اللي جوه اللي حصل ان هو خد شخص حاجات وغير الاسامي بتاعتها لاسامي عربيه. تمام؟ انا في حد قبل كده كلمني ان هو كان عنده سيناريو بيدور على حد يرسم له الشخصيات، الذكاء الصناعي هيرسم لك هو الشخصيات. طيب بعد ما تاخد الحاجات دي ناخد مثلا ايه الكلام ده ونروح بقى ايه للميد جورني ونخليه يرسم لنا الشخصيات. فهاجي هنا اقول له هيرو، خليها بالعربي بالانجليزي قصدي، imagine، واقول له ايه هيرو كنترول ان، وتبدأ تكتب بقى الوصف دي الشخصية ديت، وتروح قايل له مثلا عايزها على شكل كرتون او انمي او اي حاجة من الحاجات اللي انت بتحبها او مانجا اللي هو الكرتون الياباني دوت. عمل لي الشخصيات ديت. طيب انا هقول له برضو ان انت عايز تتخيل لي ارابيك هيرو، تمام؟ هو عمل الشخصيات وفعلا ممكن نطور فيها. ارابيك هيرو كنترول ان ذا لايف. طيب تعال نشوف كده الشخصيات اللي هو عملها، همت تبدأ تكبر أنا شخصية فيهم اللي أنت ممكن تكمل بيها، ولكن مثلا شخصية رقم 3 ديت، فهقول له كبر رقم 3 لأن إحنا ممكن نستخدمها في قصة تانية. لو مش عاجبك بتدوس على الزرار ده يعمل لك 4 شخصيات تانيين، دوس في 4 بحيث إن هو يجيب لك على الإصدار الأخير. جاب لك أهو شخصية عربية، بس أعتقد ده هيطلع شرير. لأ الشخصيات العربية محتاجة تتطور شوية، نصبر عليها لعل وعسى. دي الحاجة اللي احنا اخترناها
بدأ ان هو ايه يجيبها لك منها كذا صورة تقدر تختار منهم. طيب انا شخصية هو كلهم شكلهم اشرار، بس يمكن رقم 4 ده اللي ها ممكن شوية ممكن مش عاجبك تقول له اعمل كذا. طب كل بقى شخصية من دول تقدر ان انت تديها بارامتر اكتر، انت تشوف مرة في المستشفى تشوف كذا، فتبدأ تكون صور وتعمل افلام كرتون من الصور ديت. تمام، دي هنا اليو دي معناها اكتر صورة عجبتك في الـ4 دول. انا مش عاجبني الواحدة الصراحة. دي الشخصية اللي احنا كبرناها، ممكن بقى تقول له ميك فاريشن. وممكن هنا تقول له سيتنج وتظبط الاعدادات الافتراضية اللي موجودة. يعني هو الافتراض بتاعه رقم 4 ممكن تتعدل فيها. ممكن تقول له ريلاكس مود هيجيب لك جودة أعلى لكن هياخد وقت. لو أنت مستعجل ممكن تقول له فاست مود. تمام، ممكن تقول له لايت أب سكيل تكبر وهكذا، تقدر إن أنت تتحكم. طيب يظهر إن أنا محتاج إن أنا أقول له أنا عايز إيماجين، أنا عايز أرابيك هيرو كنترول فاير، عايزه سمايل سمارت. هو بيشوف لنا الصفات دي ممكن هو يعملها ازاي. فهو جابهم بالشكل دوت. تمام، خلي بالك ان هو بيستند لمراجع كتيرة العرب ارهابيين وهو فبيطلع فاحنا ممكن ناخد الرقم 2 ده، حاسس ان هو منه مستقبل، يعني ممكن نطور عليه لحد ما نوصل لحاجة احنا عايزينها. تمام، فتقدر تعمل قصص انيميشن بجهد قليل. تخيل ان انت ترسم دي، لو جبنا احسن رسام وقلنا له خد ارسم، يعني اكيد هياخد منه ساعات، قول ساعة. تمام، فده هنا في ثواني بيعمل لك حاجات كتيرة ويبدأ ان هو يطور في القصة بتاعته.